عليكم من جديد مشاهدينا. اليوم راح نتحدث بموضوع صراحة جدا مهم وجدا حلو لكل الأشخاص اللي دا يسوون تغييرات ببيتهم، ناويين يسوون تغييرات. لازم ناخذ بعين الاعتبار موضوع سيكولوجيا التصميم في داخل البيت. فشنو يعني هذا الموضوع وكل تفاصيله راح أكيد نعرفها مع سارة مجذوب مصممة الديكور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد، كيفك؟ تمام، كيفكم أنتو؟ تمام الحمد لله. طبعا سارة، احنا هذا الموضوع يمكن كثير ناس بيقولوا لك انه شو هذا اللي عم تحكوا فيه اليوم، شيء كثير غريب وجديد. صح. نشرح يعني شو احنا بنقصد بسيكولوجية التصميم. سيكولوجية التصميم هي تأثير التصاميم الداخلية والتصميم المعماري على نفسية الأفراد. حلو. وكيف احنا بنقدر نوجه التصاميم لتلبية احتياجات الأفراد أو تلبية احتياجات الناس. يعني كل إشي بحياتنا في له تأثير، والألوان مثلا لها تأثير حوالينا، الديكورات، الخامات، العناصر الإنشائية والعناصر الديكورية، هاي بعلم النفس إلها تأثير كبير على إنتاجية الفرد، على سلوكه، من غير ما إحنا نشعر بشكل مباشر بهذا الحكي. حلو. طيب إذا جينا تحدثنا عن العناصر التصميمية اللي تأثر في سيكولوجيا التصميم، عندنا الألوان، عندنا الإنارة، عندنا الخامات، خلينا نفصلهم واحدة واحدة. أهم إشي عندنا الألوان. الألوان أو يعني أكتر إشي بتأثر، كل لون له معنى وله دلالة. أوكي. بعلم النفس بتأثر على الإنسان. يعني الألوان الأحمر، البرتقالي، الأصفر مثلا، هاي تعتبر ألوان تحفيزية. الألوان الأخضر، الأزرق، الألوان هاي اللي بنسميها إحنا الألوان الباردة، هاي بتكون ألوان مهدئة مثلا للأعصاب. حلو. طبعا في لها دلالات بشكل تفصيلي، يعني هاي بدها موضوع، بدها حلقة تفصيلية نحكي عن كل لون بالضبط، بس احنا هلا عم نحكي بشكل عام لانه بدنا نحكي عن كل العناصر. الخامات مثلا كمان لها دور كبير. هلا انتم مثلا لما تشوفي خامة خشنة او هيك مثل الخيش مثلا، مثل بتحسي شوي انه زي مش لما تشوفي مش زي لما تشوفي خامة مثل الحرير. صحيح. بيجيكي احساس او شعور مثلا الحرير في هدوء، في سلام، بيس. يعني في الخامات الخشنه لا، بتحسي مثلا بنوع من العدائيه، بلون بنوع يعني هي احاسيس بنحسها احنا. صح. بس بتترجم تاثير الخامات علينا. الاناره مثلا عندنا كثير بتلعب دور. الإنارة مثلا الإنارة الصفراء بتعطيك شعور بالراحة، الإنارة البيضاء بتعطيك شعور انه في عندي نشاط، في عندي حماس، في عندي بدي اعمل مثلا اكتيفيتي او شيء، يعني شيء غير الاشياء اللي هي للريلاكسيشن وهيك. فهي كلها يعني تأثيرات بتنعكس او احنا بنعكسها بسلوكنا، بس هي عبارة عن تأثيرات بالتصميم حوالينا. أكيد. طيب سارة، لو نيجي نحكي كمان على الأشكال، يعني العناصر كمان الإنشائية، يعني كيف ممكن تأثر على يعني على الإنسان، على مشاعرنا إحنا؟ عندنا مثلا بالأشكال مثلا الخطوط المستقيمة، الخطوط المستقيمة برضو بتدل على السلام والهدوء. الخطوط المتعرجة لا، فيها نوع من بتحسي من من كركبة. كركبة بالضبط. ارتباك. ارتباك. صح. حتى لما نشوف هاي الرسمات او لوحات لما نشوفها موجودة، او حتى ورق جدران لما نشوف فيها خطوط مستقيمة، اشكال بسيطة، بتحسي انه بنوع من الهدوء. لما تشوفي الخطوط المتعرجة او الخطوط المتشابكة او الداخلة ببعض، او مثلا في عندنا انواع الرسومات اللي هي بتعمل زي نوع من الخداع البصري او الثري دي، هون برضه بيعكس شعور مختلف عندك. فهاي كلياتها احنا بنعملها باستخدام العناصر، يعني عناصر التصميم. حلو. صح. طيب سارة، نشوف انه في بعض مثلا الغرفه غير عن الصاله، غير عن المطبخ، غير عن الحمامات، نشوف كل مكان لازم نخصص له فد الوان معينه، او تكون في الوان اذا استخدمناها ممكن الواحد يحس انه مو مرتاح فيها. يعني فعليا في اماكن لما تفوتين بيها من شده الالوان تحسين انه انت غير مرتاحه، او تحسين انه راح تصيرين اعصاب اصلا. فشنو الالوان اللي لازم نبتعد عنها في كل مكان من الاماكن اللي ذكرتهم؟ هذا اللي حكينا، انه كيف احنا بنوظف التصميم الداخلي بتلبيه حاجات يعني كيف احنا بنراعي وظيفه كل مكان وكل ركن، سواء كان بالمنزل او سواء كان بمنشات ثانيه، يعني
حسب وظيفة المكان. يعني مثلا بغرفة النوم نلجأ للألوان الهادية، الألوان الباردة. إذا حبينا إنه ندخل الألوان، أو عندي مثلا لون مفضل بس من الألوان الجريئة أو من الألوان الصارخة، بقدر أدخله بكميات قليلة، بقدر أمزج الألوان بطريقة إني أقلل نسبة اللون. في عنا نسب، إحنا كمصممين لما نيجي بدنا نصمم مكان نستخدم للألوان نسب معينة، يعني تكون مثلا لنفرض أنه بدي أدخل اللون الأحمر، بدخله بنسبة قليلة بالتصميم كامل بحيث ما يكون مزعج أو ما يكون مثير للغضب، مثير للمشاعر، وبنفس الوقت أكون أنا استخدمته. فهاي النسب لما نراعيها إحنا نقدر برضه نتحكم بكمية الشعور والتأثير على سلوك الفرد. صح، يعني عن جد اللي عم تحكيه مزبوط 100%. سارة، قد ايه مرات رحت على بيوت ناس بيتهم كله أسود أو بيتهم كله أحمر، كتير بتحسي الموضوع مزعج، غير إنه كتمة، بيكتم كتير. فقد ايه عن جد الألوان يمكن بتساعد على تغيير هيك الإضاءة بالبيت، لما تنقلي من لون غامق للون هيك فيه أفتح أو فيه ألوان هيك بتحسيها عايشة. صح، يعني في ألوان بتحسيها عن جد مميتة، في ألوان بتحسيها عايشة. قد ايه بيغير من نفسية الإنسان؟ هلا أقول لك، يعني هو مش بس بالبيوت. هلا إحنا كتير أوقات بتشوفي ديكور محل مرتب، انت نفسيا تقتنعي انه بضاعه هذا المحل منيحه، صح ولا لا، او حلوه. هذا كيف مثلا؟ هذا برضه يعتبر تاثير او هو سيكولوجيه التصميم. ممكن نفس البضاعه تشوفيها بمكان ثاني لانه ديكوره مو مرتب، بتحسي انه لا مثلا هذا المحل مش بضاعته مش تمام. نفس الشيء مثلا، يعني هون احنا ايش عم نلعب دور كمان في الماركتينج، عم نلعب دور انه احنا بزياده الدعايه وزياده ربح المحلات. غير هيك كثير بتفوتي محلات بتنجبري انك انت تفوتي من مكان من انترنس، والمخرج لما تطلعي من المخرج بتكوني انت لفيتي حوالين كل المحل وشفتي كل البضاعه. هاي برضه احنا بنستخدم كيف يعني نعمل استراتيجيه تصميم. استراتيجيات بالضبط. يعني هون برضه دخل عندي بموضوع الماركتينج. صح، التصميم. فهون صار في عندي زياده انتاج مثلا للمحلات، صار عندي زياده انتاج وزياده في البيع في الربح. هاي كلها بتاثر. الانارات نفس الشيء بتأثر على شكل المنتج. يعني لازم أوقات نستخدم إنارات بيضاء، لازم نختار أوقات ثانية مثلا نستخدم الإنارات الصفراء حسب مثلا إيش المنتج وإيش الوظيفة، إحنا بنستخدم الإنارة المناسبة. نفس الإشي مثلا بالشركات أو بالمكاتب، إذا الإنارة والديكور غير مريح بتحسي إنه إنتاجية الفرد قلت. صح، بينما بالعكس، يعني بالشركات الكبيرة كتير بيهتموا إنه التصميم، زي شركة جوجل مثلا، بيهتموا إنه التصميم يكون مريح وفيه ألوان. حتى بنشوف في عندهم البين باجز، عندهم كثير أشياء كرياتيف. مزبوط. هاي كلها ليش مثلا بيهتموا شركات كبيرة زي هاي ليش بتهتم بالتصميم الفرد؟ بالضبط، تهتم بأنه الديكور يكون مريح لأبعد الحدود عشان يزيد من إنتاجية موظفينها وإنتاجية. صح، الأفراد. صح. طيب سارة، لو تحدثنا يمكن عن عنصر جدا مهم أيضا وهو الإضاءة، ما مدى تأثيرها على نفسية الفرد نفسه؟ بتأثر بشكل كتير كبير. يعني حتى أحكي لك مثلا دليل، سبحان الله، هو كل شيء كمان مأخوذ من قانون الطبيعة. يعني إحنا مثلاً بفصل الخريف ليش بتحسي النفسيات بتكون؟ لأنه بتحسي الإضاءة الغالبة هي الإضاءة الصفراء، ما بتكون السماء صافية مثلاً. في ناس لا تتحسن نفسيتهم بالصيف لأنه السماء صافية، الإنارة عنا الشمس، الإنارة البيضة. فنفس الإشي بالحياة العملية بتأثر بطبيعة الإضاءة والمكان يعني اللي حواليه. حتى بتعرف يعني عن جد سبحان الله إحنا بكل إشي، يعني أنت لما تكوني بمكان والديكورات مثلا مريحة برضه بتحسي يا أما المساحة ضيقة يا أما المساحة واسعة. ارتفاع الجدران، إذا حطينا ورق جدران مثلا مقلم بالطول بيعطيني شعور
بارتفاع السقف مثلا. هاي كلها هي عباره عن شعور واحاسيس ممكن تكون اوقات وهميه، زي لما نحط مري مثلا يعطيني برضه شعور بوسع المكان. فهون صار عندنا احنا تاثير التصميم بكل شيء بحياتنا، بس احنا ما بنشعر بي يعني ما بنشعر فيه، عشان هيك مثلا مش كل الناس بيعرفوا اهميه بالضبط. ما هو هاي حواليهم هاي الفكره، انه كثير من الناس خلينا نحكي انه بيجوا بيقولوا لك بالمدارس مثلا انه احنا ليه بدنا ندرس اولادنا فن، انه شو ليه هالقد بيقضي وقت مثلا انه عم برسم ولا عم بعمل مجسمات، ولا هاي ليه عم بدرس قاعد فن، انه مش شو هالاهميه لهالموضوع. نفس الشيء السؤال يمكن بتسالوه الناس بيقولوا لك طب شو اهميه التصميم بحياتنا، فخلينا نوضح هاي الصوره اكثر للمشاهدين. صح. غير هيك مثلا احنا لازم مثلا يعني المصممين بشكل عام او مهندسين ديكور هيك هم مش بس لفئه معينه، يعني مش أكيد. بس للناس اللي عندهم فيلل وقصور، لا احنا وظيفتنا كمصممين انه احنا كمان الاشياء البسيطه، او احنا نعلم الناس افكار كيف احنا نستغل الاشياء اللي عندنا، مثلا كيف نجدد فيها الاثاث القديم، الاشياء اللي ممكن نعملها اعاده تدوير بشكل بسيط وتطلع طريقة صحيحة، كيف احنا يعني قواعد التصميم هاي اللي احنا بنرتب فيها حتى غرف الجلوس او نعم. غرفنا. نعم صح. طبعا سارة شكرا لك على هالمعلومات الحلوة، وان شاء الله اكيد تكون لنا حلقات اخرى موسعة حول هذا الموضوع، لانه فعلا جدا مهم بحياتنا كافراد. شكرا لك. اكيد شكرا لك سارة، واكيد احنا معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتنا وكل مواضيعنا، واكيد شكر موصول للقمر اللي قاعد جنبي. شكرا لك بنتا، واكيد شكر لكل مشاهدينا، وان شاء الله نلتقيكم بحلقات قادمة من صباح دجلة. الى اللقاء. باي.